المصنعات الفنية السينمائية، المصنعات اللي بتستخدم في السينما عشان تدي لك إحساس واقعي جدا، حتى الجرح، حتى الحقنة، حتى الأكل زي اللي هو موجود معايا. والحقيقة لو أنا مش عارفة إنه ده فيك كان ممكن أمد إيدي وأخد قطمة أو أخد رشفة من الكوبايات دي. خلينا نشوف لقطات من المصنعات الفنية اللي عملها ضيفنا النهاردة أحمد عرابي. الو، ايوه يا عم خالد، ثواني ثواني وهرجع لك. باكو حاجه؟ ثواني يا استاذ، عندي شغل. يا نهار اسود نهار اسود، يا شاطر يا نهار اسود. اي وش في حاجه؟ فنان المصنعات السينمائية النجم الملياردير صاحب السبايك الفنان أحمد العرابي. تسلم ايديك. الله يسلمك. اتفضل. اهلا اهلا. اهلا اهلا وسهلا. اولا مبروك التكريم والدرع اللي اتمنحلك من مهرجان اسكندريه الافلام القصيره. الله يبارك فيك. تكريم في محله. تسلم تسلم. خليني ابتدي باخر لقطه. ايه ده، انت ملياردير معاك سبايك ذهب ياما، دول كام كيلو ذهب دول؟ انا غيرت كل الفلوس اللي معايا، باقي بس شويه الفكه اللي احنا بنعملها. ايوه. مبهر مبهر الفنان احمد عرابي. الحاجات هي حقيقيه اكتر من حقيقي. ربنا يخليك. ما هو المهم التفاصيل، كل ما كانت بتاع التفاصيل مظبوطه لازم تطلع الحاجة حقيقيه. ايوه. ازاي حقيقيه كده؟ معلش، البرجر ده. ايوه. يعني انا والله اقسم بالله اللي هو يعني انت يعني معرفش حد الجمهور اللي شايف يعني تاكل اكل الصينيه دي. عيون. لا يا جماعه، الفكره مش بس انت مش بس الشكل، الملمس يعني. تمام. يعني انت كمان يعني طلع من الطاسه. والله ما هو انا عاوز اقول لحضرتك، انا بطبخ كويس، واللي يعمل اكل صناعي كويس لازم يكون بيعرف يطبخ كويس، لان في عين بتشوف درجه السوى وطريقه السوى او خطوات السوى. فانا بعتقد ان انا بطبخ كويس وبالتالي بعمل اكل صناعي كويس اعتقد. طب والجمبري؟ الجمبري برضو لان في منه ني وفي منه مستوي والشنبات ازاز. ده ازاز يا جماعه، جمبريايه. يعني احنا بعيدا عن كاميرا السينما، انا لو حضراتكم سكتوها دلوقتي لا يعني ربنا يخليك، دي شهادة، دي بتلعب. طيب ربنا يخليك. الفنان أحمد عرابي، هندخل في التفاصيل دي، تفاصيل بالنسبة مش بس لعشاق السينما إنما لعشاق كل حاجة معمولة بإجادة، لازم يبقوا كده منبهرين ومستمتعين. حضرتك أصلاً كنت مرمم في المتحف. أنا خريج كلية آثار قسم ترميم،
ايوه. وقسم الترميم كان ليه دور كبير قوي، او دراسه الترميم كان ليها دور كبير قوي في اللي انا فيه دلوقتي. ان احنا بندرس كل الحرف القديمه اللي عملها المصري القديم. ايوه. من النجاره للمعادن للازاز للفخار للحجر فدي بتعمل مخزون معرفي عندي في ان انا عارف الحرف كلها دي بتتعمل ازاي. احنا كنا نعمل مثلا نصنع كرسي، فلازم نبقى بنعرف نجاره، وبعدين يروح الكرسي متكسر ونرممه ونرجعه تاني كرسي سليم، فيبقى كده خدنا حرفة النجاره. نعمل مثلا فخار، وبعد كده نروح عند الفخرانيه ونشوف الحرق بتاع الفخار ونشوف الحاجات بتتم ازاي. فدراستي للترميم خلت عندي مخزون معرفي من الحرف اليدويه كمان تحديدا، مش اللي بالميكنة. موافقة انه حضرتك البداية طبعا، بس لازم تبقى جواك فنان جدا، يعني هي مش حرفة. هو انا عاوز اقول لحضرتك ان انا اتضربت مرتين في البيت زمان بسبب التروكاج وانا طفل عندي 10 سنين. ليه بقى؟ كان اول حاجتين تروكاج عملتهم في حياتي، ومنهم اول مرة خدت قلم من بابا الله يرحمه، وتاني مرة خدت علقة. عملت ايه؟ ما انا عملت كارثة، مش كارثة يعني، كارثة بمعتقداتهم زمان. انا كنت بعمل كل حاجه في حياتي بالكرتون، في البيت في الشارع، اعمل قطر، اعمل عربيه، اعمل موتوسيكل، اعمل عجله، اعمل اي حاجه، اعمل طابوس السفر، اعمل كراسي. فكان عندنا على السطوح عشه حمام، عملت حمامه بيضه وعامله جناحاتها كده كانها بتطير، وبابا بيرجع من المدرسه الساعه 2:30 الظهر، رحت مضلم الصاله وحطيتها على طابوس السفر ومستخبي انا واخواتي البنات. هو فتح الباب ودخل هش هش هش، لما راح عندها مسكها فلقاها حمامه ورق. دي خدت فيها الم، مش الم ان هو رافض ان انا اعمل ده، بس اللي هو صوره الاب وان احنا قعدنا نضحك ونعمل وبتاع. دي كانت اول حاجه تروكاج او فيك انا عملتها، يعني كسرته الهيبه شويه. لكن هو فضل بعد كده طول عمره قبل وبعد الالم ده بيدعمني وبيجيب لي عده ويجيب لي ادوات ويجيب لي وبيصرف عليا جامد يعني في الهوايه دي. بس تاني مره عملت سجاره، دي اللي خدت فيها علقه اللي هي دي ما فيهاش تسامح شويه. عملت سجاره كده ورقه بيضة لفتها ورحت ملون الفلتر اللي هو اللون الاصفر الشويه ده، اصفر الجملي ده، وكان فيها نقط كده بيضة وبتاع. كانت السجاره الفلوريدا بتاعت زمان اللي هي ما بقتش موجوده. وعملت الشعله من قدام احمر وبتاع. ونازل خبطت على الباب وانا ماسك السجاره في ايدي كده. دي اللي خدت فيها علقة. فالتروكاش واضح ان العلقة مني تستاهل. يعني ما انت اللي بتدور صحيح على صح. طيب خلينا نبتدي بالاخطر فالاقل خطورة. من اخطر المشاهد انه موضوع قنابيب البوتاجاز، الانفجارات، الحرايق، الضرب، السلاح الابيض، الحاجات دي افلام ايه اتعملت فيها؟ وقول لي المواصفات، يعني اكيد انت عندك وجهه نظر في تصنيع الحاجات دي. هو انا يعني في طريقتين للشغل، يا بيبعتوا لي الحاجه الاصليه عشان اعمل زيها لو هي راكور في التصوير ولازم تتعمل زيها شبهها بالظبط وتبقى نفس التكتشر، لو هي قديمه لو هي جديده لو مصديه لو هي بتلمع مرايه لو بتاع. او ساعات بيجوا على الهوا اللي هو احنا عندنا خناقه دلوقتي في البيت، ايه الايتمز اللي عندك اللي تنفع مثلا في بيت متواضع او في فيلا او في شقه او في بتاع. فعندي كرسي، عندي فازه، عندي ازازه، عندي معرفش. يوم بيدوروا على حاجات تنفع تتكسر او يقول مثلا انبوبه البوتاجاز ماشي، خطر وتقيله يعني. صعب ان ممثل يشيلها ويهبط يعني. طبعا. مثلا طفايه حريق، طب ما ممكن تجيبوا طفايه حريق حقيقيه، يعني ليه صنعوها؟ هو بالنسبة للحاجات اللي هي ليها أوزان تقيلة ليها سببين في التصنيع. مثلا زي فيلم أو أولاد رزق مثلا اللي هو الجزء اللي فات، في كوريدور بيمشوا فيه في الفندق وبتقوم خناقة فبيجروا، فإيه الأدوات اللي هي في الكوريدور ده؟ بتبقى الطفاية وطفاية السجاير اللي هي الستاند اللي هي على الأرض. فهنا بيروح باعت عاوز الطفايه 3 كيلو او 6 كيلو حسب المواصفات الموجوده في الاوتيل. البطل يشيلها كده فيشيلها كده طبعا وزنا خفيفه وكمان مش معدن. لا قصدي يعني هو يبان لنا ان هو يعني جسمانيا عضليا طبعا قوي وبتاع، وضرب بيها انما هي في النهايه. وانا الوحيد اللي قاعد فاهم طبعا ان فطبعا عشان تبقى خفيفه عليه وعشان ما تعورش كمان الممثل التاني وكمان عشان يقدر يعيد مره واثنين وثلاثه ويفضل الممثل اللي قدامه عايش عشان يعيد. بس استاذنك ممكن اشوف وزن الطفايه الحريق دي قد ايه؟ يعني دي 3 كيلو تقيله. اولا هي شكلها طفايه حريق بجد. يعني مفيش غلطه. لا 3 كيلو ايه؟
رسميا هي تلاتة كيلو. انتوا فاهمين؟ انا ممكن ارميها لاي حد دلوقتي. ولا هتعور ولا تعمل اي حاجه. مين الضحيه؟ اللي عايز يبقى ضحيه ايه حضرتك بس انا هعرف. لا هقول لك على حاجه يعني انت تلقفها. طيب. فتبان بقى انت ايه. انت البطل. اتفضل. يا ولد. ولا حاجه. جميل ولا حاجه. وكمان ايه يعني حضرتك لو هيضرب بيها. ما فيش حتى لو هو بيضرب بيها الممثل يعني في التصوير مش هتعاول انها كمان من ماده طريه شويه. كذلك الانبوبه طبعا خفيفه. طبعا خفيف. يعني ده نفس الموضوع. هي الفكره طبعا في التفاصيل بقى هنا مثلا ان العداد لازم يبقى مرسوم مظبوط يعني زي الاصليه. لا يمكن تستسهل. لا خالص والا هتبان الحاجه فيك. الاستسهال ده معناها ان انا الفيلم الجاي مش هشتغل. لان لما بتبقى الحاجه راكور يعني احنا لما نجيب الاصليه اللي هي موجوده في الاستوديو هنا ونحطها جنب دي الاثنين نفس الطول نفس نفس الطباعه كمان بالملي. لازم بالملي. طيب وبالنسبه بقى للمرزبه لا دامبلز. بتعملوا دامبلز عشان انا بس عشان بحافظ على قوتي وان انا طبعا لا ما تقوليش انه طب ما تقوليش اللي بيشيلوا دامبلز في الاعمال الدراميه بتبقى برضو كده خفيفه. جزء كبير منها بيبقى من عندنا. لا دويد المفاجاه. والله ما لان كمان اصل بيقعدوا وقت كتير يصوروا حتى لو هو جسمانيا يقدر يقعد ساعه بس مش هيقدر يقعد نص يوم. لا وبيعيد كتير وبعدين هو المفروض يمثل مش طبعًا. يعني احنا مش جايبينه هرقل ومش عاوزين عرق بقى. طب معلش طب دي الاغنيه بتاعت احمد مكي دي ايه؟ دي السلاسل دي بتاعتنا احنا بس عملناها انها تبقى قديمه لا شوية. طب انما دي ايه؟ والدمبلز برضو جزء منها بتاعنا احنا اللي هو الاوزان اللي هو البار والاوزان دي. هو واحد مكي يعني أيوة ما شاء الله بيقعد يوم بحاله يصور حرام يفضل شايل مثلا 50 60 كيلو طالع نازل ويعيد 50 60 كيلو صعب يعني. هو جسمه اصلا ان هو يمثل ان هو بيرفعها ده اداء. طبعا هو بقى كده هنا هو عامل دوره وانا عامل دوري. هو عامل دوره في ان هو بيمثل ان هو انها فعلا يعني تقيله يعني بيديلك الايحاء الصح. وانا عامل دوري في ان هي مش تقيله بس كل واحد يعمل دوره. والله العظيم هايل يعني عظيم اسلامك عظيم. عايز اسال حضرتك سؤال. طيب مثلا طيب ليه تصنعوا كوبايه شاي؟ طب ليه طب ما يجيبوا صينيه واحد يشيل شاي؟ الموضوع سهل عند القهواجي الحقيقي. عند الهواج الاصل ان هو يشيل صينيه عليها 6 كوبايات و12 كوبايه ويلعب بيها ويعمل بيها. لكن احنا حط صباعك في في الدبله دي. لكن لما بيبقى ممثل عامل دور اهواجي في خاتم هنا انت مدخل ايدك في خاتم يعني هو كده. ايوه جاي. أيوة. يعني اللي هو صح. ايوه الموضوع بس وبعدين يا استاذه هم لما هيستعملوا كل حاجه حقيقيه احنا نشتغل ازاي طيب. عندك حق. لا اصل انا قلت ايه يا جماعه طب ما يعملوا كوبايتين شاي والقهوجي يجيبها. لا يعني صح لا يمكن. صح طبعا الموضوع بيبقى صعب جدا. يعني تفتكر كوبايه الشاي دي كانت في اي مشهد ولا لا ما تفتكرش؟ لا هي في الغالب بتبقى في الاعلانات اكتر. يعني لو في قهوه شعبي وفي اعلان مثلا اعلان شاي على اعلان بتاع فالقهوجي بيمشي ايوه جاي ويقلب الصينيه وبتاع فما بيبقاش الاهواج الحقيقي بيبقى اهواجي تبع لا بيبقى يعني حد بيمثل دور الاهواجي.